احتفلت كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية بجبل عمان بعيد الشكر والتثبيت لعدد من أبناء الرعية، وذلك في قداس إلهي ترأسه المطران حسام نعوم بمعاونة القس الكانون فائق حداد راعي الكنيسة، وحضور جمع من المؤمنين وذوي الأطفال المثبتين. وفي عظة القداس تكلم المطران نعوم عن الروح القدس مركزا على التعريف بنعمة سري المناولة والتثبيت، كما قدم الشكر لأهالي الأطفال على ما قدموه لأبنائهم وبناتهم من رعاية وإرشاد روحي. معونتنا باسم الرب فليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. يا رب اسمع صلواتنا وليبلغ إليك صراخنا. لنصلي. اللهم القدير الحي الأبدي الذي أنعمت بتجديد ميلاد أولادك هؤلاء بالماء والروح القدس ووهبت لهم مغفرة خطاياهم كلها، نبتهل إليك يا رب أن تؤيدهم بالروح القدس المعزي وتزيد فيهم يوما فيوما مواهب نعمتك بغصب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة الروحية، روح المعرفة والتقوى الحقيقية، وأن تملأهم يا رب من روح خوفك المقدس الآن وإلى أبد الآبدين. آمين.